ما حكم المداومة على رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة؟ وما حكم من يعتقد أن رفع اليدين فضيلة؟ لا نعلم من هذا أصل المداومة إذا فعل بعض الأحيان، لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة. إذا فعل بعض الأحيان أو في دعاء عام هذا طيب، أما دائم بعد كل صلاة ما نعرف الأصل، ولم يحفظ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما نعلم. لكن إذا فعل بعض الأحيان فلا بأس. طيب أما الفضيلة فلا. ونعتقد فضيلة بعد النافلة إذا كان لا يداوم عليه، لكن إذا كان يعتقد فضيلة مثلا بعد النافلة لا ما له حق، يعلم من هذا ما هذه إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه يردهما صفرا، فرفع اليدين من أسباب الإجابة، لكن ما كان النبي يواظب على هذا في صلاة النافلة، إنما كان يفعله بعض الأحيان، وفعله صلى الله عليه وسلم لما دعا على الصفا والمروة رفع يديه، ولما دعا عند الجمرتين دعا رفع يديه في أيام منى، وكذلك في الاستسقاء رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وفي عرفات وفي أمور أخرى رفع يديه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء. أما بعد الفريضة مثل ما بعض الناس إذا سلموا دعا الإمام والمأموم ورفعوا يديه هذا لا أصل له. طيب بعد النافلة يجوز؟ بعد النافلة فعل بعضها ما ينفع، لكن إذا داوم لا يكون مداومة. إذا داوم ما يجوز؟ يعلم ما ينبغي. طيب إذا اعتقدوا فضيلة مثلا نفس يعلم من هذا لا ينبغي، ما حفظ عليه لا تحفظ عليه، لكن يكون بدعه ينبغي طرفه، الأحوط ترك ذلك.